في الجهه اليسرى سان حميد ملكي يقف على كرة مراوغه جسديه ممتازه، مرور من جانب المنطقه وفاصل مهاري مميز لسان حريم ملكي الذي ظهر اخيرا فابان عن الكثير، راوغ بشكل رائع. سان حريم ملكي مر بمهاره فرديه كبيره وحول عرضيه مثاليه على راس عدي جفال الذي يعني اودع الكره كما ينبغي في الشباك السنغافوريه. هدف اول لصالح المنتخب السوري يضع النصور قاسيون في المقدمه. هذا الهدف، هذه العرضيه المثاليه من سان حريم ملكي، هنا صاحب الاسيست، صاحب اللمسه الرائعه، صاحب اللمسه ما قبل الاخيره التي اهدت زميله عدي جفال كره التقدم. لاحظ المراوغه الجسديه الممتازه والمرور الرائع بكل ما لديه من خبره بكل الامكانيات بالقدم اليسرى، عرضيه مثاليه وعدي جفال كان لديه الحل، كان لديه الكلمه الاخيره بعد هذا الفاصل المهاري من سان حريم ملكي. يعني هدف يحتسب بجزء كبير منه لسان حريم ملكي، وبطبيعه الحال حسن التمركز وحسن المتابعه لعدي جفال الرائع الذي يمضي اول الاهداف في هذا اللقاء. سان حريم ملكي قلنا يعني امكانياته كبيره، تاريخه كبير، وهو يظهر ما لديه او شيء مما لديه في هذه اللقطه بينما